مع الأسف في ناس يغرون فيك كمستثمر، لكن أنا أقول الاستثمار واجب، والإنسان لازم يحاول يكون عنده طموح، يكون من مركز إلى أحسن مكان رحيم يعني، ويتبع الشيء اللي يده يوسف بن أحمد كانوا طلب منهم يسوون، يعني ساعدوا الناس، حبوا وطنكم، حبوا وخلوا ولاء لأولياء أموركم اللي حكامكم، لا تظلمون عيالكم، درسوهم، عالجوهم، كان هذا يتبع الطريقة. أمشي أسوي رياضة السباحة، بعد إذا رح البستان يوم الجمعة أسبحي طبعا، بعض الأحيان أطلع في الليل يعني أيام الكوفيد ما نطلع بس الأيام العادية. أنا من جماعة اللي آمن بعد المكتب ما أفكر في المكتب إلا إذا شيء ضروري، خلاص بركب السيارة أفكر في أشياء ثانية أهم بالنسبة لي هذاك الوقت، المكتب خلص، لذلك ما أعذب نفسي بالتفكير إلا إذا في شغلة طبعا أفكر فيها، لكن ما أخليها تغلب وقتي وتخرب يومي، خلي أرجع لها يوم ثاني. يعني حين يجيني السكرتير يقول لي آخر الوقت هذه مكتوب أشوفها، يقول لي شو تقول تمي جوابك، قلت لا خلي لباكر خلنا أفكر فيه. مرة من سنين يعني خلينا نقول سنة 66 من الزمن، الأهل كانوا يروحون لبنان هذاك الوقت إلى لبنان، كنت أنا الولد الوحيد اللي ظليت مع النسوان، عماتي وأمي وذي عيال عمي وذي كانوا يدرسون في الخارج، الأولاد والبنات هدوني وراحوا، تميت أنا فبنسافر الحين فوق 20 مرة معاي، كل واحدة بجنطة الكبر واللي جنطتين تعرفوا أول بعد، وبشنطة يبون سلة مثل ذي يابوهم. رحنا المطار كان الميدل إيست الطيران الشرق الأوسط، فحطينا الوزن قال عندك أعتقد 50 كيلو ما يزالتين تدفع $100، قلت لهم يلا تعالوا أعطوني فلوس حق الوزن، قالوا لي جسمه ما عندنا حمى فلس نحن بنسافر حتى العلوج حتى البقال اللي عندنا شرنا العلوج ما في شيء. فصدفة والله أشوف جلالة الملك الشيخ حماد يوم كان ولي عهد، وكان مع عم عبد الله كان يسافر معه، شفته طبعا رحت سلمت عليه، يعني كان الشيخ حماد معي في المدرسة يعني فنعرف بعض زين يعني، فسلمت عليهم وقال لي ها تبي شيء ذي، قلت له طال عمرك يعني. عقب شفت عمي معاه كان يبي يروح وقفته، قلت له بيك دقيقة، هاي قبل ما اشتغل معاه قلت له بيك دقيقة، قال لي نعم، قلت له والله القصة كذا كذا، يبون $100 علشان الوزن، قال لي والله أنا مو مسؤول عنك، أنت مسؤول عنهم، تصرف. قلت له وين هتصرف؟ قال لي أنا مع الشيخ حمد ما تصرف مو بشغلي ومشى عني. زين شو اسوي؟ جاتني فكره، رحت انا حق المدير قلت لهم تعال انا احول كلكم في البحرين، اعطيكم ورقه ان من ننزل مطار البحرين بنقول حق الريان اللي يعني كان ريان يستلم المسؤول عن الهند يعطيكم الفلوس هذه. شيك قال لي عدل، قاموا مشوا الاغراض، يوم البحرين اعطينا وكيل مالهم او اعطينا المندوب مالهم الفلوس وبس. فاقول لك تعلمت من هالطريقه، لكن يعني واحد كان عمره هذاك الوقت كان عمري يمكن 15-16 سنه كان شيء صعب. جدي يوسف بن احمد كانوا واحد من وصاياه انه يسوون اعمال خيريه، فمن الوصايا اللي قلت لك عنها من الاعمال الخيريه، فمشت مع العائله. فيوم ابوي استلم في الخمسينيات طبعا كان المذاقيل قليله، فيوم الستينيات ابتدت الشركة تنتعش وتطلع مذاقيل أكبر، فابتدوا يبنون. أول ما بنوا ما أعتقد وان التمريض المستمر عدل اللي بنوه في مدرسة التمريض، أول شيء سووا مدرسة التمريض طبعا، وبعدين سووا مسايد، وبعدين قالوا إن سووا جامع الملك حمد الملك يوسف بن أحمد كانوا، وطبعا حط عليه أسامين يعني في
شو اسمه مدينة حمد، سووا جامع في الرفاع، سووا في البنامة، في المغيسل، سووا في الحيل، سووا محرك، كل هذين سووهم. بعدين اتجهوا إلى المستشفيات، سوى في حياته مستشفى حق حمد، وكل واحد يموت انخلده مستشفى حق حمد كانوا، ومستشفى حق عبد الله، لا مستشفى حق محمد كانوا. وحتى هذه يعني اقول لك بكل صراحه، قلنا وين من المستشفى جلاله الملك هذاك الوقت، اعتقد كان ملكي، نعم كان حق عم عبد الله، سووه في ستره، خلي هالستره يشعرون عنكم بعد، لان رفاع وذي سووه في ستره، امر من جلاله الملك سويناه في ستره، في المهدرات ستره، لا في ستره، حتى ذكر سمو الشيخ خالد يفتتح المسجد. وبعدين عقب ما توفى ابوي، عقب ما توفى عبد الله، سووا مكان حق الاعاقه اعتقد بعد شيء. عبد الرحمن طبعا مال الكلى واشياء ثانيه، سووا مسايد وذي. وبعدين في سوينا طبعا مال الاستقبال هاي حق المسنين مال عبد الرحمن كانوا في مدينه حمد، وسوينا عدة يسمون مال صالات. اي واخر شيء احنا عندنا بنسوي شو اسمه، بنسوي مال الحرف اليدويه في اعتقد سنابس، بنسوينا في السنابس تحت اداره وزاره العمل، وبنسوي مركز مبارك كانو. ابتدى من مده قصيره نسوي المتحف، والمتحف هذه يعني بيب حطوه، وكان يعاز من الشيخ خليفة الله يرحمه دائما يقول حطوا أغراضكم خلي الناس يشوفون هذي. فسوينا طبعا المكتب هذي اللي هو المكتبنا القديم في السوق، فهو كصرح ما نقدر نهدمه يعني، عليه ذكريات كثيرة. فكان اتفقوا العائلة ان يسوونا متحف، فاحنا قاعدين يشتغلون من داخل يعدلونه عشان يسوونا متحف، وبعدين من بيشتغلون من برا بيسوونا كما كان مكتب قديم، المكتب اللي كان بيسوونا من برا كما كان، عندهم الرسوم يعني، لان الحين سويناه مودرن احنا قبل لا ننتقل، فحين بيسوونا ذي. وفي الاشياء اللي عند والدي، عند جدي، عندي، كل اللي عنده من عائله بيحطون قسم حق العائله، وحط اشياء مال يعني. وفي تاريخ البحرين، تاريخ البحرين طبعا في كثير عن اشياء عن البحرين، وطبعا حصلنا موافقه وزاره الثقافه الشيخ حمي، واول امس يمكن شفتوا في الجرايد اعتقد المحافظ زارنا وعطانا مثل ما تقول البركه، والحكومه تدعي عنا طبعا، خبرنا ولي العهد وخبرنا ذي عنا. احنا الشركه تمول لك كل شيء، ماكلتك وماكلتك، اكلك يعطونك مبلغ وتصرفه، كل واحد من العائله يعطونا، ولا يعطون رب العائله يعطونا مصرف سنويا حق اكله وحق مصروفه وحق سفره. فاقول لك ما نقدر نطلع، اذا تطلعين بقول لك شلون انت تطلع واعطينا هالخدمات، تنازل عنها ولا تنازل وانا اعيش عقب انا اي. ف قصدي يعني يمكن اقول، خلينا نقول مصروف اليوم يمكن 30 40 دينار، اذا بصرف شيء على اشتري دواء ولا بشتري شيء بتري حق الساعه، لان كل شيء موجود. انا ما اروح سوق كثير انا هني، لان ما عندك وقت تروحين. مع الاسف في ناس يغرون فيك كمستثمر وتدخل في مشاكل لا غنى عنها، وهذه صادت كثير في البحرين. شوف انت البنايات اللي الناس استثمروا في شقق، ومسكين حط مصروفه مال العمر كله، وفي الاخير هيكل بنايه. فاقول واحد لازم يدرس، واذا ما يعرف يسال واحد اللي عنده ثقه، عنده ثقه فيه ويقول له. لكن انا اقول الاستثمار واجب، والانسان لازم يحاول يكون عنده طموح، يكون من مركز الى احسن. وبعدين وانا انصح بعد خصوصا اللي الله ما اعطاهم خير تهم يدد، حاول يعني توازن بين مصروفك وبين مدخولك. في ناس مع الاسف مصروفه اكثر من مدخوله. لا تخدع،
شوف المخادعه مو بزينه، واحنا هاي الشيء اللي ما عندنا هنا، ما عندنا مخادعه. واذا شركه تبي تنفصل عنا، واحده من الشركات، ننفصل بطريقه حبيه، لان ما تدري في المستقبل يمكن تشتغل مع نفس الناس في شركه ثانيه. وبعدين ليش نروح محاكم؟ احنا ما نروح محاكم، يشتكون علينا نروح معهم، نروح يعني ندافع عن نفسه، لكن ما نشتكي احنا. حتى الاوتستاند الفلوس هذه اللي تبيها من الشركات والذين ما يدفعون لك، نحاول قد المستطاع ناخذ اللي نقدر ناخذ منه، وبعدين اذا ما عنده مقدره. فنصيحتي انه يعني لازم تاخذ راي الناس اللي خبره قبل، خصوصا اذا ما عندك فكره في الاستثمار. 2021 في تحسن، لكن هذه التحسن ما تدري انت لمتى. يعني هل بيصير 2022 احسن، بيصير 2023 احسن؟ هذه العلم عند الله. في طبعا مثل ما يقولون اوروبي سبيكيليشن، يقولون لك لا بيصير وبيصير وبيصير. يعني هذه طبعا الاستثمارات هذه اللي صارت، اللي ناس اللي يستثمرون طلعوا، لان امريكا تضخ فلوس، وامريكا كدوله عظمى كتضخ فلوس، فدائما في استثمار، يحطون فلوس في الشركات الاستثماريه، يشترون، يعطون مال الكورونا تشتري لك ادويه، فيدفعون حق الشركات مال الادويه. هذه تضخ، واذا امريكا وقفت الضخ هذه بتنزل الاسعار مال الانفستمنت كلها. اعتقد 200 وشوي، 230 200 دينار. اي نعم. في اي سنه هاي كان؟ كان اعتقد 74، اعتقد من 75 الى 77 كنت في بابكو. كان معاش بالنسبه لي زين يعني. كان هاي طريقته، معروف عنه احمد، كان صار حقاني. فتعلمت منه يعني الحزم، تعلمت اخذ قرار، تعلمت انه ما اخذ قرار سريع اذا شيء عود، انتظر لباكر. كنت اودي له ساعات اوراق، اقول لي يبا هاي شيء مهم لي، قال لي خله مهم، قال لي قلت له خله، ويوم ثاني يقول لي سوي كذي ولا سوي كذي. فكان يعني بالنسبه لي كان مدرسه اخذ القرار. وبعدين كان كريم يعطي وكان رحيم يعني، ويتبع الشيء اللي يده يوسف بن احمد كانوا طلب منهم يسوون، يعني انه ساعدوا الناس، حبوا وطنكم، حبوا وخلوا ولاء لأولياء اموركم لحكامكم، لا تظلمون عيالكم، درسوهم، عالجوهم. كان هذه يتبع الطريقه. طبعا جيت الى البحرين، وعقب اسبوع ناداني وقال لي وين تبي تشتغل؟ قلت له والله بشتغل في الشركه. قال لا مع الاسف احنا ما نشتغل واحد ما يعرف الشغل، روح اشتغل برا، تعلم برا، تعلم. ابوي قبل لا انسى انه كان يوديني انجلترا، لان عندي انجلترا فيها مضابط يعني ديسبلين يسمونه، كان يبيني علشان اتعلم الديسبلين، اني اروح انجلترا لو اقعد مده قصيره، لان هناك في المدارس الداخليه انت تشتغلين، تسوين الفراش مالك، انت تساعدين في تنظيف البيت، انت تساعدين، لكن انا قاعد في بيوت. فالمهم رجعت البحرين واشتغلت مع ابيت يعني حق الوالد، وقال لي لا بروح اشتغل برا. قلت له ابغى اشتغل في الحكومه. قال لي لا انا افضل انت تشتغل في يعني شركه شبه حكوميه اللي بتكون افضل، وبيكون يعطونك مركز لما تدرج في هالمراكز، لانه بتروح الحكومه ولا فلان ولا ذي هذاك الوقت يعني. فانا افضل انك تروح هناك وتتدرج، لان اذا نبيك اذا جيت المكتب هني نبيك تكون ملم شنو اللي بتسويه. نعم هذه، وانا سويت هذا حق كل عيالي، الاربع عيال اللي يجون يروحون يشتغلون او في بنك او في شركه، وعقب سنتين يجون ونسوي لهم الاورينتيشن ذي، وبعدين نرسلهم. احنا عندي انا واحد مسؤول في دبي، مسؤول عن مكاتبنا في دبي، واحد في جده،
واحد هني مسؤول في قسم وبنتي مسؤولة بعد في قسم هني. فكلهم درسوا في الخارج وكلهم اشتغلوا في الخارج قبل اليوم، لأن هذا أنا الفلسفة أنا أعتقد يستفيد منها الشخص مثل ما أنا استفدت وصرت ملم في أعمال الشركة لأن تشبعت بالمعلومات الخارجية. كان في عندنا شو في واحدة من أقسام التدريب اللي يدربونه في البواخر نروح رستنورة، رستنورة ولا أروح الخفجي. الخفجي تقريبا 3 ساعات بسيارة تمشي 180 بعيدة من الدمام، فكنت أروح وأرجع في الليل ولا أرقد في الكويت إذا هي قريبة من الكويت، ساعة واحدة من الكويت بين الكويت. إذا عندنا مكتب هناك مال البواخر مكتب عود، كنا نشتغل مع الشركة الأمريكية اليابانية بعد، فكنا كنت أروح. رحت مرة أقول لك إلى رأس سنورة ورجعت المغرب الساعة 4:30 5 رجعت، لهناك ما في حياة كلها شغل يعني السوق نادر تروحين السوق، تطلعين 7 وتين تطلعين 4 من هناك 5 توصلي. وصلت الساعة 6 قبل لا أصل صغير في البر بنشرت عليه السيارة، ما أعرف أصلح السيارة بعد ولا نسيت يعني وين أصلح السيارة. قلت خلها يا ما طلش واحد يجيبها، خذت تاكسي صار تاكسي هناك بعد أول الشوارع يعني ضيجة مو بذي، رحت أتسبح بذي عشان نتعشى كلنا مع بعض. يا عمي سأل وين السيارة، والكل عندهم سيارات معدودة، عمي عزيز وخالد وأنا طبعا سيارات أنا وخالد سبيل لأن إحنا نتنقل مكان لمكان. فعزيز عنده عادي وين السيارة مالت فلان، قالوا لا والله ما يبها يعني فوق قاعد أبغى أتعشى معهم يعني. قال لي وين السيارة، قلت له السيارة قطيت في البر لأن بنجرت علي وقطيت في البر. قال قطيت في البر ويا تعشى يعني، قلت له قاعد معك أتعشى إيش تبغى أسوي. قال لي خذ دريول وروح صلح السيارة وقف تعال. كان شديد لكن تعلمت منه انه يعني اذا نبي شيء اروح له ما اوقف، وهي اللي احنا تعلمناه في العائلة. ليش العائلة دخلت وسوت وذي، لانه ما كان عندهم يعني في مصاعب لكن الرجال توقف حق المصاعب، هاي اللي علمونا لا تخلي الصعوبة يوقف لك يعني الا اذا شيء روح له مني روح له لما تسويه لما تاخذ الشغله يعني قصدي.